قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون. فالصبر درس واقتداء بأشرف خلق الله ورسل الكرام اللي ربنا سماهم أولو العزم. عشان كده ربنا بيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام وبيخاطبنا معاه ويقول لنا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فاصبر إن الله مع الصابرين. طب وانا مش قادر يا سيدنا الشيخ. يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويطلب العون والمدد من رب العباد. ما هو لو شيطان واحد كنا استعاذنا وصلينا وقرينا المعوذتين وآية الكرسي. إنما لما جهنم الحمراء تنفتح قدام عينك ويطلع منها شياطين الدنيا والآخرة تقول إيه؟ ده أنت باين عليك إنك موجوعة من النسيان. أوي. أنا حياتي مليانة بالأندال والأنجاس والكذابين واللي ياكلوا مال النبي. أما بقى الخوافين والجبنة واللي بيسكتوا عن الحق فما تعبتش. طيب شوفي، ما حدش في الدنيا يقدر يلومك على وجعك أبداً. إنما أنا عايز أقول لك حاجة، الانتقام مش بس بيحرق الظالمين، بيحرق كمان اللي بينتقم. اللي بينتقم أول واحد هيتكوي بالنار. عشان كده ربنا حبب قلوبنا في العفو علشان يطهر قلوبنا من الكراهية والبغض. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. يعني يفتحوني ويجرسوني ويموت ابويا مقهور عينه محنيه مش قادر يرفعها قدام الخلق، وانا ترمي لكلاب السكك تنهش في لحمي وتقول يا سامح وعفو. لا، ربنا ما يرضاش بالظلم وانا اتظلمت ظلم كبير قوي. أعرف أنتقم منهم واحد واحد. تعالي أعرف أجيب حقي. تعالي أقدر أطفي النار اللي في كوفي. تعالي. هدعيلك بالهداية وإنه ربنا يريح قلبك ويهديلك نفسك. إنما كل ده مستحيل يحصل إلا إذا سمحتي. مش مسامحة. مش مسامحة.